شارك أمس آلاف الفلسطينيين في تشييع جثمان المسعفة الفلسطينية رزان النجار التي قتلت في اليوم السابق برصاص الجيش الإسرائيلي على الحدود بين إسرائيل وقطاع غزة. وقال مسؤولو صحة وشهود إن القوات الإسرائيلية قتلت بالرصاص المسعفة المتطوعة عندما ركضت للوصول إلى مصاب قرب السياج الحدودي شرق مدينة خان يونس جنوب القطاع. صباح اليوم كذلك أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة عن وفاة فلسطيني آخر متأثراً بجراح أصيب بها برصاص الجيش الإسرائيلي خلال مشاركته في مسيرات العودة قرب الحدود الشرقية للقطاع.